FM. El Kil Malik. مواصلين في سبور ويك نحكيو مع بتبيع الادارات الفرديه بمنزل بوزلفه. دونك سعد القادر خلتنا بكري مرحله الفلوس تقريبا المال قوام الاعمال ومشاكل ماديه اكيد تخليكم ما تحلموش بالطموحات اللي ديما ترسموها كل مره. ولا ايش نقول لك؟ صحيح هي مشاكل ماديه كبيره، لكن نقول لك اخويا ايمن ديما نقول هنا سالة ساعة تولي ينقروا معناتها موتيفاسيون كبيرة برشا. المشاكل هذه بالزيت تتألق وهذا اللي قاعد صاير لنا تقريبا. ماذا سر النجاح نتاعك؟ هذا هو سر النجاح. انا ديما نشكر برشا النبار. انا قليل ونشكر اللي وقفوا معنا، حتى اللي وقفوا معنا هما ديما معنا، معناتها نجم نشكره حتى هو ديما بحذايا شدد معناتها كتافي بالكلمه الباهيه بالكذا، فما يعني ديما نحب نشكر النبار. انا هو ينبر وانا نخدم، هو ينبر وانا نخدم، فهمت؟ وهذا والله ما نحسن احسن جواب هذا معناتها. خاطر بصراحة معناتها للأسف هزين بطولة العالم احنا في التنبير. انا ديما نقول لك يا خويا ياسر بصراحة يا خويا احنا نخدم على رواحنا، احنا وانتم نبروا على رواحكم وربي معكم، فهمت؟ احنا ولاد التاتامي، احنا ما فماش، احنا اللي زار مرسيو علمنا رجولية، فهمت؟ علمنا اخويا ما نحبش مش فايده في الكلام. احنا المشكله نتاعنا واللي صاير في تونس راهو المسؤولين نتاعنا يتكلموا برشا وما يفعلوش. ليه اخويا احنا كي نتكلموا نفعلوا؟ وذاك علاش انت قبولي تتوجه لي بالسؤال وانا نتهرب. انت تتوجه لي بالسؤال وانا نتهرب، وتو انت اصريت انا باش نجاوبك عن المال على معناتها على الشان الثقافي والكذا. بون انا عطيت عينه صغيره لاهالي منزل بوزلفه السنه، النشاط اللي نشطه في معناتها في الجمعيه نتاعي والنجاحات الكبيره الحمد لله يا ربي. ديما واحد يشكر ربي على النجاحات اللي صارت، وما زالوا ينتظروا الكثير معناتها من جمعيه الرياضات الفرديه بالنسبه بزرف. لكن بون عملنا لهم كيل عرض صغير في الشان الثقافي وقت اللي رجعنا مهرجان عيد البرتقال في مزبوط زرف. اللي كان غايب تقريبا عنده اعوام. من قبل الثوره المهرجان ما فماش، والحمد لله يا ربي وقفت الرجال. وديما نقول رغم التنبير الكبير والحمد لله تعمل مهرجان عيد البرتقال في منزل بوزلفه. فوالا هو يعني فرصه زاد مهمه للناس منزل بوزلفه الكل، معناها اليوم مش مهرجان ولا قائمة ذات ويرجع من جديد. هذا هو شنو نقول لك؟ منزل بوزلفه اخويا وخرت اربع خمسه بلايص من الناحيه الاقتصاديه، معناتها رخت البلاد على الاخر، ما عادش فيها الفرنك يدور، معناتها تشوف البلاد تسخف ولات، معناتها لا فما انشطه ثقافيه لا رياضيه، ما فما حد شيء. يا خويا نقول لك انا خويا نحب الزوالي. انا وقت اللي مراه كبيره تشري 100 فرنك قلوب وتمشي تدخل للمعرض منزل بوزلفه القديم نتاعنا وتعمل دوره يزي فيه 100 البرك، ما عندهاش كهربه باش تهبط للاك وباش تصرف كاس جلاس 5000 فرنك، ما عندهاش 100 فرنك قلوب وتمشي تعمل دوره فيه 100 البرك. فرصه تنشيطيه زاده للناس الكل، وهذا تقريبا الهدف ديما المرسوم من خلال دونك الانشطه الثقافيه اللي تقوم بهم النادي نتاعك. وان شاء الله واش نقول لك انا حاجه، وان شاء الله زاده مهرجان عيد البرتقال باش يولي اليشان الانترناسيونال. هو هذه احنا تو نحكيو على الرياضه، اما كي انت سالتني هو انا باش نجاوبك. ان شاء الله على برنامج كبير ان شاء الله باش مهرجان عيد البرتقال باش يولي اليشان انترناسيونال. ان شاء الله بقدر ربي وقفه كبيره. قاعدين نحكيو تو مع ناس مسؤولين كبار مثل سي عماد البي، سي عادل الشيخ، فهمت؟ الناس فلاحه في مزبو زلفه، ناس عندهم كاليبر في 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 مزبو زلفه، كانوا بعد علينا شويه، ان شاء الله باش يكونوا موجودين معنا، وان شاء الله مهرجان عيد البرتقال باش تشوفوه ان شاء الله في جو اخر ومنظر اخر ان شاء الله عام الجاي. وان شاء الله من حسن لاحسن. دونك عبد القادر الجرابي، شنو نجموا نستناو من الفريق نتاعكم ان شاء الله في الموسم القادم في ظل دونك الماده وفي ظل زاد حتى ربما غياب التجهيزات؟ نحكيو بعد شويه على القاعه وكيف تترناو وشنو اللي ينقص وما ينقصش. دونك شنو نستناو ان شاء الله من الفريق في الموسم الجديد؟ بحول الله ديما نستناو احنا النتائج الباهره. بالنسبه لوليداتنا مسنسين ديما ماشي باش تلعب باش تشيخ لعبه فيها الربح فيها الخساره، ام بحول الله ديما تعلقوا. نستناو معنا ان شاء الله تالق كالعاده. نستناو تالق كالعاده.
ان شاء الله خير من العاده. ان شاء الله. سي عبد القادر اكيد حكينا برشا على النقائص خاصه اللي يعيشها الفريق، حكينا على نقص الماده، كيف كيف فما في مستوى البنيه التحتيه على الاقل المرصوده للفريق باش يقوم ما نعرفش بالتمارين نتاعو ولا باش يستقبل اكيد الضيوف اللي باش يجيو يلعبوا لتورنوا في منصب وزلفه، فما مشاكل في مستوى التجهيزات المرصوده للفريق. صحيح فما برشا مشاكل برشا، وديجا معناتها عام ناول زارنا السيد وزير. فوالا كنت نحكي لك على الزياره، كان زار واكيد يعني شاف وعاين شنو صاير وشنو تبدل بعد الزياره. ما تبدل شيء، حتى شيء ما تبدل، وكالعاده وعود الناس كل توعد، فهمت الناس كل توعد. السيد الوزير معناتها تفاجأ بالقاعه، قال كيف سي عبد القادر معناتها قاعه كيما هذه تخرج في ابطال وتخرج هذا، وكان موجود معنا وقت النائب رئيس بلديه وحكي معاه، وكيف كيف حكي مع سيد مندوب الجهوي للرياضه وقتها، وسيد المندوب الجهوي كنت تنقلت انا جيت بحذاه، وتوا تبدل معناتها واحد اخر ما اللي كان قبله، وحكيت انا وياه وقال لي نستناو نشوفوا مع بلديه منصب وزلفه كيفاش باش نجموش نعملوا حاجه للقاعه وكل معناتها فيو زاد الريزولتا الكبيره اللي قاعده تعمل فيها القاعه، فيو معناتها عندنا نخبه كبيره معناتها من الوليدات في الفريق القومي التونسي في المنتخب، وهذا معناتها حاجه كبيره ماهيش حاجه واحد. ما رينا حتى شيء، كان الوعود، سيد المعتمد كيف وعدنا بامال دو فوا بحاجات إلى حد الآن نستناو، فهمت اللي وما فما حتى شيء ما فماش جديد. كان مثل تحبر على ورق جيست وعود بالفم ما فماش حتى شيء، ما عودوش يحكيو معاكم بعد في الموضوع ولا والله واحد كي والله كي طالب ركيك. والله قلقنا من ما يمشي يجي بالله يجي يعمل كل حاجة وفي الآخر نعرفوا راهوش ندور تجي في روسنا احنا نطلعوا من كاتبنا وتمشيو نقعد يوم واحد. هذا شنو بيصير؟ انا نعرف هذا شنو باش يصير. باهي انت خرجت برشا لبرا، شفت تقريبا قاعات من على طراز وناس تقريبا ترصدت في اعتمادات ماليه كبيره خاصه للرياضات الفرديه. اليوم باش نجموا نحكيوا على صاله في منصب وزلفه تكون يعني فيها على الاقل اضعف الايمان، معناها المقاومات نتاع النجاح. شنو ينقصكم معناها؟ تو انت جبت موضوع، علاش تو تبرمج فيه اخويا؟ اي فوالا احنا لازم نفرفشوك اليوم باش نخرجوا الخطوه. تو انت تقول لي شو نقول لك انا حاجه؟ في القانون الدولي للكاراتيه التوني نتاعنا توني معين، سيف وشتا يلزم السوريه نصيت. اسكو تتصور انت في تونس تنجم تلبس نصيت في قلب الشتاء؟ احنا نلعبوا في الحي الوطني في المنزل. والله العظيم يا ساعة حتى زوز في ستات فوق بعضهم وتبدا تتقروح. معناتها الناس عملوا لنا توني على حسب اللي صار نتاعهم. احنا في تونس قول لي انا حكم دولي كل سبت واحد انا حكم وطني التو القاعه نتاع راس ما دخلتلهاش. وما حكمتش فيها يا اخي، قاعه راس شنو عاملين فيها عشخوي؟ تمشي تزورها انت تشوفها شنو عاملين فيها، ونظموا فيها كاس افريقيا الفارطه تقريبا اخر مره معناتها فتح. قداش عندها معناتها؟ قداش ما نعرفش عندها تقريبا خمسة شهور اربع شهور في الحدود هذه. ننشط كحكم وطني في الكاراتيه ولا نهار فكروا باش نمشي ونهز وليداتنا نعملوا دوره غادي حتى تابع الفيدراسيون؟ مانيش عارف اخويا، تو تخمم لي انت في منصب وزلفه، تي انا ساعه نجي نلوم نعذر، نقول احنا على مستوى تونس ما عندناش دي سال معناتها كليماتيزي. تي قداش من صاله عندنا كليماتيزي؟ تي نمشيو نلعبوا الوليدات يموتوا بالبرد، مسكنات يا اخي. التونيو تاع الكاراتيه شنو هو التونيو؟ كومينو على الحم راهو، كومينو على الحم ويهبط حافي يلعب. تصور انت تفل في قلب الشتاء يهبط يلعب حافي، معناتها فما حاجات راي، فما حاجات قاعدة تصير خيبة برشا. بون نرجع للمنزل بوزر كابا فان الكلمة ليك.